القدير فؤاد. القدير فؤاد وبعد فتحة حقيقة كانت فتحة جميلة جدا من فيروني اللي شاف انه فيه عدم توازن الدفاع دفاع الفريق اللي دفاع عنتر يحيى وأكد انه التمريرة والتوزيع نشوف لو نشوف توزيعه ونشوف فؤاد قدير اللي سجل الهدف الأول في الوقت البدل الضائع والتمريرة العرضية العرضية من فيغولي. نعم تمريرة عرضية من فيغولي شاف انه اللاعب اللاعب عنتر يحيى القائد عنتر يحيى بعد تسجيل هذه او هذا الهدف الرائع لانه اللقطة لم يكن فيها وضعية تسلل طبعا والكل في مقعد البدلاء يبتسم لهدف بوشوك وردة فعله فرحته بعد تسجيله. اذا هلال سوداني يعني مت كرة يعني في احسن ظروف الى لاعب بوشوك يعني عودة بقوة للحارس مبلحي يلمس الكرة لكن في اخر المطاف يعني تدخل الكرة داخل شباك. فعلا الهدف ما يتحملش مسؤوليته ابدا الحارس المبلحي وهذه لقطه لعوديه لكن بناء هو قناص الاهداف العربي هلال سوداني يسجل هدف ثاني في الدقيقه 51 من الشوط الثاني بعد خطا دفاعي من جانب قديورة الذي مرر الكره لمهدي مصطفى لكن في خطا في قوت التمريره. هشام كانت غلطه من مبلحي لانه مبلحي كان مد الكره في وسط الدفاع يعني غلطه كبيره لانه كان يعني من الاجدر يعني يمد الكره في الرواق الايمن او الايسر لدا باش يعني يجنب الزملاء تاعو باش يعودوا يعني بسرعه. نعم نشوف انطلاق هشام من وسط الميدان شوف كرة من الأحسن ومباشرة لبوشوك اللي سجل الهدف الثاني الثالث الهدف الثاني بالنسبة له الهدف الثالث للفريق عنتر يحيى القائد عنتر يحيى حقيقة كانت ملعوبة بطريقة جميلة جدا. شوف الإعادة شايب كنا نتحدث عن سوداني اللاعب المحلي سابقا المحترف هذا الموسم في نادي جيماراش البرتغالي. سوداني تطور كثيرا الموسم الماضي بسرعة كبيرة جدا بسرعة رهيبة في تواجد تمكن بوشوك من إحراز نقدر نقول انه شارك في الأهداف الثلاث الأربعة يعني نقول انه شارك مشاركة فعالة في كل الأهداف. نعم. يعني بوشوك والتمريرات تاعو شوف يعني كيف انه فقد توازن دفاع مجيد بوقرة وسجل سوداني الهدف الرابع. اذا اربع اهداف مقابل هدف واحد. قلنا يعني سوء تمركز للاعب حشود يعني في كل مره يجد بوشوك نفسه يعني كنا ذكرنا هذا الشيء قبل اللقطه هذه بوشوك يعني يوجد نفسه في وضعيه تسمح له باش يمد بكل سهوله.